ونروح من الكابتن سيد عبد الحفيظ لايضا لواحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنقول له ان شاء الله ترجع بالف سلامه، الكابتن محمد محمود اللي في طريقه دلوقتي لالمانيا ان شاء الله عشان يجري جراحه عمليه رباط الصليبي يوم الثلاث. بنقول له ان شاء الله يعني تخرج من المحنه دي بمنح كتير ان شاء الله يا محمد، يعني في امثله كتير ونجوم كتير مروا بنفس الظروف اللي انت مريت بيها، اصابه قويه يعني رباط صليبي بتقعد فترة بترجع مع عودتك مرة أخرى للملعب ترجع برضو لنفس رباط صليبي لكن في الرجل التانية، يعني في أمثلة كتيرة زي أحمد حجازي كان نجم النادي الأهلي برضو نفس المشكلة ونفس الظروف ولكن كان قوي ورجع دلوقتي ما شاء الله أقوى من الأول واحترف كمان في أقوى دوريات العالم، فإن شاء الله أنت قادر بمساندة جمهور النادي الأهلي اللي هيكون دايما في ظهرك وكمان يعني حب الناس ليك ان شاء الله قادر ان شاء الله ترجع وتكون احسن من الاول، كمان خاصه ان محمد محمود يعني من اللعيبه سنهم لسه صغير، يعني مش اللعيب اللي لسه يعني هينهي عمره في الملاعب، لا ده لسه بيبتدي مشواره، الظروف صعبه لكن ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى وانت قادر ان شاء الله تعدي الظروف دي، وزي ما بقول لك مساند جمهور النادي الاهلي وكل اللاعبين وكل الجهاز الفني في النادي الاهلي ان شاء الله ترجع وتكون احسن من الاول ان شاء الله.